وحنا مقررين على لازيطوت بيان سور. وشكون انت تقرر انت شكون شكون فوضك اصلا؟ قلتوا الحراك والثوره الشعبيه ما عندهاش ممثلين، تهضر باسم شكون؟ تهضر باسم شكون؟ باسم مجموعه مهاب اللي تبعوا فيك انت والخامج الاخر هذاك اللي معاك هذاك نتاع المواقع الاباحيه امير دزاد؟ تهضر باسم شكون؟ انت تقدر على العصابه هذه؟ انت تقدر على الاقدام البيضاء انت واللي معاك؟ شوفوا ايها الشعب الجزائري، والله العلي العظيم يا اسهل على النظام الجزائري، ما كانش اسهل من زيطوط وصحابه كيما راه، لانهم في يد النظام خاتم يلعب به كيما يحب ويدير به وش يحب، لانهم حمير خير صنم. ايش لو دي اونيتمون؟ حمير، ما عندهم خطه، ما عندهمش حمير. وزادوا واش داروا؟ خوانه، يعني تحالفوا مع تركيا، حليفة اسرائيل، حليفة قطر ضد الجزائر. اكثر من هكا واش راح نقول لكم؟ يعني يرحم ربكم واش راح نقول لكم انا دو. كيما قالوا منا تكوي منا تحرق، منا نظام خبيث ياخذ كل المعطيات ويتعامل معها، ومنا معارضه حماره انتهازيه تحوس على المناصب، تحوس على المستقبل كيما تاع النهضه في تونس كومباني. مي ما على بالهمش لي بي بلون في تونس، ما كانش في الجزائر كاينين لي بي بلون، اي سون تري دونجورو. لا كان في مصر داو مرسي الحبس به بحكومته والزبل نتاعو، في الجزائر يرحيوكم مرحي. هذا واش نقول للشعب الجزائري؟ حل عينيك، عينك يا ميزانك، وقيس قبل ما تغيص. هادو ناس بهايم حمير فقط، تبع في ناس مستعملين من اجهزه المخابرات التركيه القطريه الصهيونيه والجزائريه. تعرفوا علاه؟ ما كانش اسهل من استعمال الحمار. تفضل يا استاذ حسين. دونك اكزاكتومون سي رحماني، ما كاسيون دو مواطن زعفان راه يقول لك لا فري سوليسيون سي دو فار اون ريفولوسيون كولتورال دابور، ريفولوسيون انتيليكتويال دابور. لا لا غلط يا حبيبي، نقول له لا ريفولوسيون دوات اتر بوليتيك. اون ا ان غران بروبليم بوليتيك دوبوي 1958. اون دوا كريي ليتا ناسيون الجيري، الأمة الجزائرية ليتا ناسيون، ني عرب ني مسلمان، ايتا ناسيون الجيريان، الأمة الجزائرية كوم ناسيوناليتي كي انغلوب تو. والريت موتيف نتاعها يعني كيما نقولوا حنا الشعار نتاعها دولة القانون فقط. بعد تجي لا ريفوليسيون كولتورال سيانتيفيك ايكونوميك، مي اون دوا ريغلي لو بروبليم بوليتيك. سي سا نوتر بروبليم مالور، سي لو بروبليم بوليتيك. راك تشوف عندك رئيس ماهوش رئيس. انا كنت شاف دايره بون قدرت على كل حال، كم من منش بالدايره تسمى مو شاف سوال لي مينيستر اللي معاه ما يسوى والو، سيدي خرطي واحد فيهم ما عنده لا دروا يسني حاجه قبل ما يعيط لو لي كابيني دا بريزيدونس. دونك هذا بكل خرطي نحيتو العصابه ما نحيتو حتى واحد. قلنا لكم واحد فيهم معقب نهار في الحبس، جاو من بعد العصابه في الحبس، داو هذاك الحبس. شكون هادو؟ الجياح البهايم نتاع الحركات الاسلاميه ولوبوزيسيون بغله اللي راهي في الخارج ولا في الداخل والمتواطئه مع النظام. لكن انا رحماني محمد الياس وناس جبهه القوى الحيه اي لي جون دو كرويا، لي جون اسونس دو كرويا، باسكو ماشي من كان كرويا راهو كرويا، لي جون اسونس اون سي اون سبا كونتر كي، على بالنا ندابزو كونتر شكون وشي هما الحلول، وعلى بالنا اصل المشكل شي هو. اي لا براف شكون كسر لا كويزيون اللي كانت بلاصه دار بوبليك؟ لي زيسلاميست. شكون كسر لا كويزيون ناسيونال؟ لي زيسلاميست. شكون خلى لي زانتيليكتوال درك راحين يميلوا مع النظام الفاسد كيما في التسعينات؟ لي زيسلاميست. دونك شكون يخدم النظام؟ لي زيسلاميست كامل كيما راه. اي جو لي دي دون ان بوست فيسبوك، الاسلام بوليتيك دو اتر برويبي، ممنوع منعا باتا الاسلام السياسي. الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. لا فوا لا ريليجيون سي بور ديو، لو بيي اي بور تو الموند. بون هنا درك ولات ماشي كيستيون ريبونس، لا اون ديسكوت ان طون كالجيريان مواطنين جزائريين
شبابي نورمال عادي انا حسين اون دي زامي صافي. النظام اللي في الجزائر الهدف نتاعو انه الماكسيموم يمرضوا بالكوفيد الماكسيموم يتمرضوا مع السبيطارات ويموتوا. الهدف نتاعو انه لي باركينغر يولي يحط لك الموس هنا باه يدي الدراهم تاع الطوموبيل. الهدف نتاعو انه تعود عايش حياه يعني في عدم امن تام من كل النواحي، الصحي الاقتصادي الاجتماعي المالي. دراهمك تروح تكفر 4 ايام في البوسطه باش تخرج السيوله تاعك، هذا لكن لقيت السيوله بعثوا لنا تصاور نتاع ناس يحوسوا على دراهمهم هنا وما كان والو. هذا النظام تاعك. ما ترى انا نحل عينين الشعب الجزائري لواحد الامر هام جدا. وزير الخارجيه راح للروس للسوفيات قالوا نعطيوك 9000 لقاح. لمن 9000 لقاح ايها الشعب الجزائري للبشره والقايد ليهم؟ احنا 40 مليون جزائري وار بلس. 9000 وين الدوله الجزائريه؟ نعطيكم على سبيل المثال فرنسا بلجيكا المانيا هولندا اكسترا كوموندو على لابوراتوار استرازينيكا 400 مليون دوز 400 مليون جرعه فاكسان لقاح. جاينا بوقادوم من روس فرحان 9000 لقاح. لمنا بوقادوم فاميلتك وفاميلة بون والجنرالات ماشي جنرالات كاع الجنرال ماجور وفاميلاتهم الاخرين لي جينيرو نورمو هذوك راكم در حاجه معاه ما تخلو حتى واحد تخلو غير نفسكم باسكو رتبة جنرال في الجزائر هي ليكيفالون دوك تاع لي 30 تاع لي زاني 90 دونك سي ميم با لا بان تخلو هنا في جنرال c'est une paye le 18 est vrai ولكن ديك الطياره الصفراء عندك باي تاع جينيرال سي تو مي كي غرادك كي البوست تاعك خرطي الماكسيموم تاعك حاكم ديروك حاكم حطبه بون جو سي دو كو جو بارل باسكو ما تقدروش تخلعوا نتو مع لا ام بي. انا ولد المؤسسه العسكريه ما تخلعونيش كاع دونك لو كوفيد هذا بور سي تا موان بور ايراديكي لو بوبل الجزائري. كيفاش تحوسوا من ثم يحميوا الشعب الجزائري من الكوفيد؟ هما كان لقاو كوفيد واحد اخر اكثر خطوره منه يجيبوه السيناريو تاع ثاني 90 دي نوت مانير. العالم راهو يكوموندي في اللقاح، العالم راهو يكوموندي في الفاكسان من لابوراتوار موديرنا استرازينيكا من عند الروس الى الشينوا. الجزائر عطاوها كادو الرواسة كثر خيرهم على كل حال 9000 جرعه. لمن حطيت 9000 جرعه هذه ماشي لعمي احمد اللي ساكن في باش جراح ولا في بوصاب ولا سنتانا بين 9000 جرعه فين وين حطراها استعملوها هما كيما الامكانيات الماديه للريسبيراتور استعملوهم هما. الشعب راه يموت في المخلفات الجسديه تاعو. سبيطار ما كانش الناس اللي مرض ما عادوش يروحوا للسبيطار يقعدوا في الديار. دونك الاناليز نتاعك ماشي حسين حد الناس النظام القائم حاليا ما تقضي عليه الا بتنظيم ثوره سياسيه حقيقيه ممنهجه بقياده قياده وطنيه حقيقيه ما عندها ولاء لا لتركيا لا قطر لا الامارات لا السعوديه لفرنسا. عندها ولاء للوطنية نتاعها ومصلحة الشعب الجزائري.